الدرس، هذا الدرس خاص بجميع الشعب ما عدا شعبة آداب وفلسفة، تحت عنوان قيمة الفلسفة. لو نتفكر أو نعود إلى الحصة الماضية نجد أنه قمنا بمقارنة بين المشكلة والإشكالية، أو بين المشكلة العلمية والإشكالية الفلسفية. الآن قمنا بطرح عنوان قيمة الفلسفة. قلنا في الحصة السابقة أن العلم انفصل عن الفلسفة. لما انفصل العلم عن الفلسفة أصبحت ترى الفلسفة بنظرة تشاؤمية. هناك من يرى أنه يمكن الاستغناء عنها، في حين هناك من يرى عكس ذلك ويعتبر الفلسفة ضرورية ولها قيمة. لهذا قمنا بطرح هل الفلسفة ضرورية؟ نروح علامة استفهام. للإجابة على هذا الإشكال لابد من عرض موقفين، موقف مؤيد وموقف معارض. الموقف الأول، الفلسفة ضرورية. يرى أصحاب هذا الموقف أنه لا يمكن الاستغناء عن الفلسفة، وذلك لأنها ذات قيمة في حياة الإنسان. الفلسفة تجيب عن تساؤلات لا يجيب عنها العلم. فالفلسفة تطرح مجموعة من التساؤلات حول الوجود، حول مصير الإنسان، وتطرح مجموعة من التساؤلات والمواضيع التي العلم لا يستطيع الإجابة عنها. هذه المقولة قام بقولها كارل ياسبرس. العلوم نسبية نفعية في جوهرها، بينما الفلسفة تتغذى هذه الاعتبارات الخارجية للبحث عن المعرفة المطلقة. هذه مقولة لبريكسون. أما ديكارت فيرى أن كل تحضر للأمم تقدر بقدرة أناسها على التفلسف. معناه الأمة المتحضرة والمتطورة هي الأمة التي يوجد فيها مجموعة من الفلاسفة والمتفلسفين. الفلسفة تقوم السلوك، تعدل الأخلاق، وتجعل الإنسان صاحب تصرفات إيجابية لأنها تغذي الفكر. نقوم بالنقد، لكن الفلسفة باستمرارها في طرح مسائل مجردة لا تسير حياة الإنسان مثل ما يفعل العلم، فإنها تفقد قيمتها ومكانتها. نعلم جميعا أن المواضيع التي تطرحها الفلسفة هي مواضيع ميتافيزيقية، وهذا شرحناه في الحصة اللي فاتت. قلنا الميتافيزيقي هو ما وراء الطبيعة، يعني عكس العلم. العلم اللي يبحث عن الأشياء الملموسة، اللي يحتاج يعني البحث دياله دائما يريد الهدف والوصول إلى نتائج. فهذه الأشياء هي التي تفقد قيمة الفلسفة. من خلال هذا النقد نتطرق إلى الموقف الثاني. الموقف الثاني، الفلسفة غير ضرورية. يذهب بعض الفلاسفة من أنصار النزعة العلمية، هذو يسمون أصحاب النزعة الفلسفية، أنهم لم يعد للمعرفة الفلسفية دور في الحياة الإنسانية. رغم بعد ما انفصل العلم عن الفلسفة، هؤلاء أصحاب هذا الموقف يرون أن الفلسفة فقدت قيمتها وأصبحت غير ضرورية، خاصة بعد ظهور وتطور العلم. نرى أن الإنسان خاصة في العصر المعاصر يعيش حياة رفاهية من خلال التطور والتكنولوجيا. كل هذا العلم هو الذي وصل إليه وليست الفلسفة. في العصر الحديث ويمكن من خلال هذا التطور الذي جاء به العلم يمكن الاستغناء عن الفلسفة وتعويضها بالعلم. الفلسفة تؤدي إلى الاختلاف والتناقض ولا تؤدي إلى الاتفاق. نعم، كتبش أصحاب هذا الموقف أشهرهم أوغست كونت. ما معنى الفلسفة تؤدي إلى الاختلاف والتناقض ولا تؤدي إلى الاتفاق؟ لما الفلسفة تطرح موضوع، ذلك الموضوع عكس العلم. العلم كي يدرسوا نظرية أو أي ظاهرة في الطبيعة، يديروا تجارب، في الأخير يصلون إلى نتيجة نهائية، تلك النتيجة يتفق عنها جميع العلماء. الفلسفة لا، لما يطرحوا موضوع كل فيلسوف أو مفكر يعطي نظرة خاصة به. هذا الاختلاف والتناقض هو الذي كذلك أعطى نظرة تشاؤمية لها. في الفلسفة
يتحول كل جواب إلى سؤال جديد، عكس العلم الذي يبحث عن الحل النهائي. الحل النهائي الذي يبحث عنه العلم هو عبارة عن قانون. هذاك السؤال الجواب اللي يتحول إلى سؤال جديد في الفلسفة يشعر الإنسان أنه يدور في حلقة مفرغة ما عندها حتى معنى. الفلسفة بحث عبثي لا يصل إلى نتائج نهائية. لو كان تبعوا جميع المواضيع الفلسفية وجميع الأسئلة التي طرحتها الفلسفة إلى يومنا هذا لا إجابة لها، والإجابة تاعها ليست نهائية. هل الإنسان حر أو مقيد؟ ما عندناش إجابة ثابتة لهذا السؤال. وقس على ذلك، الآن أقوم بالنقد، لكن العلم وقع في أزمات كبيرة ما كان ليجد لها حلول لولا الفلسفة. معناه هنا نرى أن الفلسفة لها قيمة، وهي ما كانت تعطيه للعلم في مجموعة من الأزمات التي وقع. دينا مثال خاصة في الرياضيات في أزمة اليقين، هل الرياضيات مطلقة أو نسبية؟ وكذلك في الفيزياء، الفيزياء المعاصرة والفيزياء الكلاسيكية، هذه المواضيع هي تابعة للعلم، لكن الفلسفة هي التي قامت بحل أو اقتراح حل لها. للخروج من هذا الطرح نقوم باستنتاج، نرى أن الفلسفة ضرورية في حياة الإنسان، لا يمكن الاستغناء عنها، فهي القاعدة الأساسية ولولاها لم يظهر العلم. فالفلسفة هي التي مهدت للعلم. صح العلم لما انفصل عن الفلسفة تطور وأصبح أكثر يعني شهرة عن الفلسفة، لكن تبقى الفلسفة ضرورية تساعد عقل الإنسان على التطور وعلى البحث والحكمة. أتمنى أن يكون هذا الشرح البسيط قد لمى ببعض المعلومات، وشكراً.